اسعد الله اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. نسهل الحصاد بالعناوين: الديستي ينجح في ايقاف 7 متطرفين من تنظيم الدوله على علاقه بجبهه البوليساريو، مجموعه افريقيه تسخر احدث صيحات التكنولوجيا لخدمه زبنائها، منصف بالخياط يستقيل من مجلس مدينة الدار البيضاء، الأساتذة المتدربون الحوار مع الحكومة مفتوح ولن نتنازل، بوطريقة يرفض استقالة بلعودي. البداية ستكون من خلال تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني اليوم الثلاثاء من تفكيك خلية إرهابية على صلة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية، تتكون من 7 متطرفين ينشطون بمدن مراكش والعيون وبوزدور. وقد أكدت التحريات وفق بلاغ لوزارة الداخلية أن عناصر هذه الخلية الإرهابية الذين خططوا في بادئ الأمر للالتحاق بمعاقل داعش بالساحة السورية والعراقية قرروا تغيير وجهتهم نحو فرع هذا التنظيم الإرهابي بليبيا عبر الحدود المغربية الموريتانية، وذلك بمساعدة انفصالي جبهة البوليساريو المتخصصين في شبكات التهريب والجريمة المنظمة. ننتقل إلى الندوات الصحفية التي عقدتها مجموعة إفريقية للمحروقات، والتي أطلقت خلالها منتوج الحلول المهنية إفريقية، والذي يهدف أساساً لإعطاء شركائها وزبنائها على السواء الراحة والتحكم الأنسب في الثمن. روبورتاج مروان بالفقير. لسوليسيون برو أفريقيا، منتوج جديد أطلقته مساء أمس الاثنين رائدة المحروقات بالمملكة أفريقيا، مسخرة آخر صيحات التكنولوجيا الحديثة فقط لخدمة زبنائها وشركائها على أتم وجه، ولتمنحهم الراحة والقدرة في التحكم والثمن الأنسب. هذه الحلول هذه كتمكن المهنيين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى من تحكم في الاستهلاك ديالها من المحروقات وفي الميزانيه ديالها ديال استهلاك المحروقات، ولكن كذلك من التحكم في جميع الاساطيل ديالها، السيارات ديالها والشاحنات ديالها، وكذلك كيكون عندها واحد الدرايه بالمستخدمين ديالها اللي كيشتغلوا بالخصوص في ميدان ديال اللوجيستيك، بحيث ان هذه العروض هذه كترتكز على التكنولوجيا الحديثه، التكنولوجيا ديال المعلومات وتكنولوجيا الانترنت كذلك، وعملنا واحد الدمج ما بين توزيع المحروقات وهاد التكنولوجيات الموجوده الان على الصعيد العالمي. اخر ما جاء في مستجدات ديال التكنولوجيا ديال المعلومات، هذا المنتوج الجديد اللي هو لي سوليسيون برو افريقيا، هو منتوج اللي جاء باش غادي يسهل الامور ديال التكنولوجيا، غادي يديرها قدام واحد المتطلبات ديال الزبناء ديالنا. عندنا الزبناء ديالنا تنعرفوا يعني الاشكاليه اللي عندهم نهار بنهار، وجينا قدامها وعملنا واحد المنتوج اللي هو منتوج تكنولوجي، وانما ماشي تنديروش التكنولوجيا من اجل التكنولوجيا، تنديروا التكنولوجيا باش نجاوبوا على واحد الاشكاليه اللي عند الكليان. دونك هذيك راكم شفتوا مثلا في هاد لي زينوفاسيون اللي بينا، بينا 8 ديال لي زينوفاسيون من بزاف ديال لي زينوفاسيون اللي راهم عندنا في هذا المنتوج الجديد. منين تنطرحوا واحد لينوفاسيون تنقولوا ليش تطلق. حلول أفريقيا للمهنيين، منتوج سخرت من خلاله أفريقيا مجموعة من الأدوات المعلوماتية الحديثة والأولى من نوعها بالمملكة، إذ غدا ممكنا بفضل منتوج أفريقيا تحكم المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى في أساطيلها وشاحناتها، وكذا تنظيم مستخدميها على بعد مئات الكيلومترات سواء عبر تطبيقات الهاتف أو الحاسوب. كما أن أفريقيا وجدت وسائل جد متطورة لتحديد هوية السيارة وهوية مستعملها لتسيير أحسن للسائقين المهنيين ولسيارات الخدمة. اللي غادي يتمكن جميع المقاولات صغرى أو متوسطة أو كبرى باش كتحكم في الميزانية ديالها، باش كتعامل مع استهلاك ديالها ديال المحروقات، وباش كتعامل مع الاساطيل ديالها ديال السيارات وديال الشاحنات ديال النقل بكل اريحيه بدون تعب، وباش كتكون المعلومه كتوصل ليها بسرعه وكتوصل ليها بدقه، وكذلك غادي تمكنها باش
تساهم في الخفض ديال التكلفة لا من ناحية الاستهلاك ديال المحروقات ولا وكذلك من ناحية التكلفة الخاصة بالشاحنات وباللوجيستيك. واستطاع منتوج أفريقيا الجديد لسوليسيون برو أفريقيا أن يتعدى انتظارات زبنائها وأن يدمج التكنولوجيا الحديثة مع جودة منتوجات المجموعة التي ميزت مسارها منذ عقود. وفي الخبر السياسي، أكد منصف بالخياط القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم الثلاثاء أن استقالته من مجلس مدينة الدار البيضاء لا علاقة لها بالمجلس الوطني للحزب الذي سينعقد بعد أيام، وأنها ستفتح نقاشا سياسيا حول التعدد في المناصب السياسية بالمغرب. لنستمع لمنصف بالخياط. وهو الحمد لله تم انتخابي في مجلس مقاطعة سيدي بليوط وأيضا مجلس المدينة، مجلس جهة الدار البيضاء ستات، وأيضا في مكتب جهة الدار البيضاء ستات. وهذا يعني بأنه خصني نكون موجود في أربع مجالس، في الاجتماعات، في الدورات، وهذا في الحقيقة غير ممكن لأي شخص أن يكون موجودا في هذا أربع المجالس ويعمل واحد العمل ويكون فيه النجاعة. إذا فضلت بأنه نتفرغ المهامي كنائب رئيس جهة الدار البيضاء ستات ونعمل العمل اللي هو عمل جيد، ومن هذا المنصب هذا يمكن لي نخدم ساكنة الدار البيضاء وأيضا مقاطعة سيدي بليوط وساكنة الدار البيضاء أنفا بأفضل نجاعة، وفي نفس الوقت نخلي مكان سياسي لزملاء من حزب التجمع الوطني الأحرار اللي غادي ياخذوا مكاني بعد استقالتي ويخدموا الساكنة مباشرة بطريقة اللي هي أفضل مني، لأنه ممكن ليش باش نكون موجود في أربع مجالس في نفس الوقت. وهذا تيخلق واحد نقاش على مستوى السياسي، الساحة السياسية المغربية، اللي هو نقاش المتعلق بتعدد المناصب السياسية، واللي تيخلينا نتكلموا على هذا الموضوع، لأنه لما تنشوفوا عدد الاجتماعات اللي هي اليوم كاينة وعدد الدورات اللي هي كاينة في كل مجلس، هو من المستحيل لأي رجل أنه يمكن يكون في ثلاثة أو أربع مجالس نفس الوقت ولا بغيتي يعمل واحد العمل اللي هو عمل جيد. إذا لو ما الواحد يعمل عمل واحد ويكون جيد ولا يعمل يكون في ثلاثة أو أربعة ديال المحلات ويكون العمل اللي هو ناقص. لا، الاستقالة ديالي ما عندها حتى شي علاقة مع مؤتمر الأحرار، لأن الأحرار ما عندهمش مؤتمر. الأحرار يوم 6 فبراير عندهم مجلس وطني وماشي مؤتمر، والمؤتمر ديال الأحرار غادي يكون إن شاء الله ما بعد انتخابات تشريعية في أكتوبر. إذن هذا الاستقالة ديالي ما عندها حتى شي علاقة مع هذا الموضوع. مازال ما حددناش التاريخ. أكتوبر هو الانتخابات التشريعية غتكون إن شاء الله في 7 أكتوبر. إذن غادي نحددوا التاريخ ديالنا من بعد انتخابات. وفي خبر آخر، كشف عبد الله الدرازي المسؤول عن التواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أنه عقد اليوم الثلاثاء على الساعة 2 بعد الظهر بمقر الولاية اجتماعا مع ممثلي الحكومة ولجهة الرباط سلا القنيطرة وممثلي النقابات التعليمية من أجل مواصلة الحوار الذي تم فتحه قبل 3 أشهر مع الحكومة من أجل التنازل عن المرسومين. لنستمع للدرازي. على المستوى الثاني ان شاء الله بحال غتكون جلسه مع السيد ولي جهه الرباط سلا القنيطره، غيكون في مقر الولايه، مقر ولايه جهه الرباط سلا القنيطره، متمسكين باولا بشعار معركه الذي هو اسقاط المصومين، وثانيا بالفنان الطلابي الذي استطرناه كمجلس وطني على هيئه قرارية في تنسيقيه وطنيه اساسيه للمتدربين. لان من الفنان الطلابي يتضمن مجموعه من النقاط التي بناء عليها سنتحاور مع السيد الولي بغرض يعني تحقيق المطالب التي خرجنا من اجلها منذ اليوم الاول مع تشبثنا دائما في اسقاط المرسوم. ديك مور دابا الحكومه تهددنا بسنه بيضاء. الحكومه تهددنا بسنه بيضاء، يعني على اساس انها بحال اذا اعلنت سنه بيضاء يعني سينتهي الملف. نحن نقول بان الاعلان عن سنه بيضاء هو تحول خطير في مجرى هذا الملف. نحن لا نهدد، نحن نناقش بما هو كائن، بما هو واقع. الأوضاع الآن في المراكز مشتعلة، الآن الأساسي نفسيتهم مهتزة، الأوضاع الاجتماعية محتقنة، الاستقرار المالي الأساسي داري كيتسلفوا باش مكملين هذه الأيامات، ما كاين لا منحة حتى ديك 1200 درهم مع طواش الأساسي ده. يعني الأوضاع متأزمة، جيتي أنت وضربتي له الوظيفة ولا كما قال الأستاذ على المستوى البارحة
في الندوة الصحفية قضية وجود في هذا الوطن. إذا ما عندك وظيفة عمومية لا وجود لك في هذا الوطن، ما عندك وظيفة عمومية أنت 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 غير موجود، ما عندك لا 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 حق لا في السكن لا في الصحة لا في التطبيب لا في أبسط حقوقها ما غا توفرش عليهم إذا ما كانش عندك وظيفة عمومية. نقول بأنه إذا الدولة أعلنت عن صنع البيضاء هذا غيكون واحد التحول خطير في الملف، وزعما خصهم يتحملوا كامل المسؤولية، لأن هذا ماشي 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 أسلوب ديال الحوار، ماشي حتى شي طريقة طريقة في حل المشكلة أنك تهدد بصنة بيضاء. لقاء مفتوح إلى يعني إلى حين ننسالي كما يقع دائما حتى ننسالي بناء على التفاعل في اللقاء غادي يكون، أنا لا أعتبر أنه سيكون اللقاء الأخير، ولكن ما بناء على التفاعل التي ستكون أثناء اللقاء سيتبين واش فعلا سنخلص إلى حل ولا ستكون فقط جولة من عدة جولات من بين جولات أخرى. احنا رافضين هذاك المقترح، أعلناها منذ طرحه في اللقاء الأول، وجددنا رفضنا هذا المقترح في اللقاء الثاني، وسنجدد رفضنا هذا المقترح في الطرح الثالث. ماشي لأني أنا اللي رافض ولا المجلس الوطني رافض، لأن الأساسيين المتدربين رافضين هذه الصيغة هذه للتوظيف على دفعتين هذه مرفوضة. ونصل الآن مشاهدين إلى الخبر الرياضي، حيث علمت قناة شوف تي في من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم أن رئيس الفريق محمد بودريقة رفض الاستقالة التي تقدم بها المسؤول عن القسم الإعلامي للفريق، ويتعلق الأمر بالصحفي محمد بلعودي، مشيرة إلى أن النادي واجه العديد من الإشاعات حول أسباب الخلاف الذي كان يجمعه بين الطرفين. بهذا الخبر الرياضي نأتي مشاهدينا لنهاية الحصاد اليومي، إلى اللقاء.